أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمع عدنان الفتوح من سوريا مقيم في المملكة بعد رسالة يقول فيها لي عدد من الأسئلة. لأولها يقول: فضيلة الشيخ، أنا مقيم الآن في السعودية، مهنتي راعي أغنام. في فصل الشتاء يكون البرد شديدا أحيانا، فأصبح وأنا جنب من الاحتلام فأتيمم بالتراب، مع العلم أن عندي ماء لكن الماء بارد لشدة برودة الجو، وأحيانا أصلي الفجر بالتيمم بالتراب، فهل التيمم بالتراب جائز وعندي ماء أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع ما ذكرت من برودة الماء الشديدة التي لا تطيقها أو تخشى من أثرها الضرر، إن كان عندك ما تسخن فيه الماء من الوقود فإنه يجب عليك ذلك ولا يجزيك التيمم، لا بد أن تسخن الماء حتى تستطيع استعماله في الطهارة، لأنك قادر على استعماله في هذه الحالة ولا يجزيك التيمم. أما إذا لم يكن عندك ما تسخن به الماء وخشيت على نفسك من الضرر فإنك تتيمم بالتراب وتصلي وصلاتك صحيحة، لأنك عاجز عن استعمال الماء في هذه الحالة. نعم.